كومريدز اوف ذا سوفييت يونيون، مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه بودادو. الحلقه النهارده عن الكي في 1 زيس. انا طلب مني ان انا اعمل حلقه كده في السريع عن حاجتين، الارمر، ازاي اعمل انجلينج والرينج فايندينج. باختصار كده، الانجلينج هو ان انا بميل الدبابه شويه يمين او شمال عشان ازود الارمر بتاعها، لان كل ما باجي اميله اسبير السكرين شوت اللي انا حاططها فوق دي المفروض انه يعني بيحسن شويه من اداء الارمر. ليه النهارده هستخدم كي في 1؟ عشان الكي في 1 لو انا نزلت في البي ار بتاعها في الغالب هقابل بانزر فورز، ولو عملنا بروتكشن اناليسز قصاد البانزر فور هنلاقي انه اغلب الطلقات اللي بتضرب عليها هتخش هنا 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 بس. فانا يعتبر ايزي تارجت بالنسبه له، اي ضربه في اي حته هنا خلاص كده بالشفه، تمام. هاويفر لو انا جيت عملت شويه انجلينج، بس شويه انجلينج كده خفاف، اي ضربه هيضربها ما عدا يمكن الويكنس دي، او مره اشوفها الصراحه، بس يعني اوفر اول اي ضربه هيضربها مش هتعدي ولا حتى من السايد. الكلام ده او التكتيك دي ما تنفعش مع كل الدبابات. يعني مثلا لو انا عملت كده بالبنزل فور، انا مش هضرب من قدام، بس اي حد لو فاسه في وشي هنا خلاص كده بالشفا. الكي في 1 حلوه جدا في ان السايد ارمر بتاعها مش وحش. بالنسبه بقى لموضوع الرينج فايندنج وازاي اظبط المسافات بتاعه السنايبنج عشان اعرف اعمل سنايبنج، تعالوا نروح التست درايف ونجرب كده مع بعض. وور ثاندر من اللعب القليله اللي محتاجه فعلا انك تقرا المانيوال بتاعها، ده لو ليها مانيوال. محتاج تتفرج على فيديوهات عشان تتعلمها لانها مش سهله. من ضمن الحاجات اللي المفروض انك تعرفها مش موجوده في العادي هو ان انت عندك زرار اسمه رينج فايندر، هاويفر الديفولت بتاعه مش موجود، ان هو مش موجود. عشان تانبله محتاج انك تدوس على كنترولز وتدور على الرينج فايندر. انا عامله ار جنب الرينج فايندر. انت دلوقتي يا عم عرفت الرينج، هتقعد بقى تبص على السكيل وهتحاول انك تنشن. انا بالنسبه لي بعمل كده اسهل بكتير جدا من ان انا اقعد اظبط في الرينج. هاويفر في طريقه تانية ممكن انك تحسن بيها من ادائك، الا وهي انك تظبط الرينج. سايد ديستانس كنترول، سايد ديستانس كنترول انا عامله بلس وماينس اللي على ايدي اليمين، لان غالبا انا هبقى بعملهم وانا واقف في مكاني عشان هبقى في رينج بعيد عن الانمي، فبالتالي مش محتاج ان انا ايدي تبقى على الدبليو والاي والاس والدي، هتبقى ايدي ممكن ان انا احركها بلس وماينس على الشمال على اليمين خالص. طيب اللي انا بعمله ده بيعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي بانزر 4، لو انا دلوقتي بنشن عليها دوست ار هتلاقوا فيه الميجرنج رينج، عامل ميجرنج رينج قال لي 350. انا ممكن ان انا ارفع شويه البتاعه دي، انا عارف ان 400 اهي 350 اهي سهله. هاويفر في الطريقه الثانيه اللي بقول لكم عليها اللي هي ديستنس سايد كنترول، لما البانزر فورت ريسبون اهي عملت ريسبون، فانا عارف انها 350، بظبط السايد ديستنس كنترول وبنشن عليها. هي جت بس يعني
ساعات بيبقى مش اكيوريت، فانت ما تعتمدش عليه قوي في اللونج رينجز، بالذات في البي ارز القليله. هاويفر في البي ارز العاليه بيفرق جدا، وفي البي ارز العاليه قوي زي مثلا بنتكلم في بي ار 8 بوينت حاجه او 9 بوينت حاجه، انت الرينج فايندر اكشلي مش بس بيحدد لك المسافه، ده هو اصلا بيعمل السايد كنترول لوحده مع نفسه. عموما النهارده هتشوفوا جيم بلاي بتاع جيمين، واحد منهم كنت فيه قرب البيز بتاعت الانمي، هم عارفين ان انا موجود، كلهم بيحاولوا ان هم ينشنوا عليا، بس عشان انا انجل محدش عارف يزعلني، او لو بيزعلوني بيزعلوني في تراك او كده، لكن مش عارفين يموتوني. ليه؟ لان انا كنت انجل او بحاول ان انا انجل، يعني حتى لو في تراك عندي متجاب فانا بحاول ان انا اتحرك بالتراك التاني بحيث ان انا كفر امكانية ان هو يبقى عنده دايركت هيت عليا. بس تعالوا نشوف مع بعض وان شاء الله يعجبكم. احنا هنخش من هنا، احنا نحل على الناس اللي تطلع على ايه، احنا نغطت على اللي فوق الجبلية اللي على يمنا، ايهما اقرب وايهما اسرع. في صوت انجن. صوت انجن جنبي. واحد هنا هنخش البوينتس ده. برام بام برام بام برام بام برام برم بم برم بم برم بم برم. في حد على شمالنا، في حد على شمالنا. اوكي، هل في حد عن يميننا؟ شت. اوكي، ايه، ميرسي على ذوقك، ميرسي على ذوقك، شكرا شكرا شكرا. ما اتركش انا، ما اتركش انا. ميرسي ميرسي ميرسي، شكرا شكرا. يعني يا ابني ريبيرنج. بوم. بس يا حبيبي بس. دونت دونت دونت. ترى تم ترى تي ترى 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 ترى. برم بام برم بام بام برم بام. يلا اسمع بقى، بالكيفي تول اللي انت داخل لنا بيها دي، ده مدعكة. الله يكون في عون الانمي تيم، دي حاجة حزينة خالص. جاب لي تراك. جاب لي تراك. يلا نباوند شيلز. والنبي لا تطلع تبوظ بظ. ما تطلعش تبوظ بظ. انا اسف انا اسف 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 اسف. بس بانزر فور، بانزر فور عيب كده. بانزر فور يلا باونس، يلا باونس. بيحاول يجيب لي الجن. حزين. بي 8 بي 8 بي 8 مش بي 8 مش بي 8. يا عيني يا ابني، يا عيني يا ابني، يا عيني يا ابني.
Man. يا عيني يا ابني يا عيني يا ابني. اوه ريلي. هات كده بالشفا. ده يا جماعه الانجلينج يا جماعه هو انك ما تصدرلوش الارمر بتاعك. هو احنا داخلين على البيز بتاعتهم، انا عارف ان دي حاجة حزينة بس هنعمل ايه طيب؟ نحاول نصلح التراكس. هو جيم حزين بالنسبة للانمي تيم، انا اسف يا جماعة، والله اسف، مش عارف مش عارف يا جماعة، ده حزين اوي. ماشي حلو. At least we are survivors. يا مسهل. في ناس في المقدمة which is good، عايزين نفضل في المؤخرة على قد ما نقدر عشان نحاول ان احنا نسنايب. كيفي كيفي لانزر فور. He's dead. في دبابة تانية هيد على الشمال. What are you? What are you? He's dead. في تانك على الشمال ولا ده أوهام ولا ايه؟ في حاجة تانية على اليمين برضه بس مش شايفينها. حاجات كتير أوي على الشمال. اوف بي في كي بي. I have a feeling. Why do I have a feeling that he sees me? They see me. See me, all right. What an awkward situation, صراحة. طب تعال ندنس اروح امك. تعال ندنس. awkward situation جدا يعني. thank you for something I guess. مش نكابتشر بيه بس اتليست يعني ايوه مش عايزين نكابتشر بيه، عايزين بس ايه نقول صباح الخير. دونت بي هير. ماشي الناحية الشمال عندنا كفرد بما ان الناس الهيفز اللي على الشمال دول بيرزعوا شمال.
الناحية سوري الناس الناحية اليمين covered بما الناحية اليمين فيها heavy tanks. الناحية الشمال however it's not that secure. It's not that secure. طيارات كتير أوي في الجو. طيارات كتير أوي في الجو. I hear engines. Not sure what are these engines. بس في صوت انجن على شمالنا. Thank you for your service. الناس اللي عند بيدو لقى نظامهم بقى. ولا جاب جابش جاب فين في واحد يا جدعان هنا somewhere هنا يا ابن السريعة باشا هنا والله يا ابني انا حذرتك Hear your engine. Yes. بس كده بالشفة. احنا واخدينه مكسح فسح. هنعمل لف في دواير هما يبوشوا احنا نلف في دايرة نرجع نقدرهم هما يبوشوا احنا نلف في دايرة نرجع نقدرهم هي دي بلان تانكس كتيرة اوي بتبوش هنا واحد الناحية التانية كانت بتحرك شمال هاج عشان ضربة جلد بس كان ممكن هيبقى 2 كيلز بس هي ضربة جلد مش مشكلة حلو حلو هي كانت الضربة الوحيدة اللي جلت بس يلا بقى هارد لك طيارة let's go engage enemy air in engaging انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا SB2C؟ SB2C؟
بي اتش شريدد تو بيسز اي 7 ام يعني. ده ايه دي البريميوم دي ولا دي ال A6 M5 ولا دي ال بتاعتين بتلف مع بعض في دوائر، وانا بحب انا ال Thank you. Anyone else? Are you enough entertained? What are you? Broombar. Yeah. Give you one. Give you one يا جماعة. I'll give you one. طيب يا جماعة دي نهاية حلقتنا. أتمنى تكون عجبتكم. لو عندك أي حاجة عايز تسأل عليها say أي تاكتيك أي تان جيم بلاي، لو عايز إن ألعب بدبابة أو طيارة معينة وأعمل ديمونستريشن عليها لو هي عندي أنلوكت هلعب بيها. لو عجبك الكلام أجين شير ولايك وسبسكرايب، ولأصحابك ولمراتك ولخطيبتك ولأصحابك في الشغل ولقرايبك ولأخوك الصغير ولابنك سبسكرايب وليه لايك وشير. الحاجات دي يا جماعه بتاخد مجهود جامد جدا، وانا لسه واي فار من ان انا ابتدي اكسب من الموضوع ده او ان هو يبقى حاجه مجزيه على المجهود اللي بيتعمل. اتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى ان انا اشوفكم مره تانية. شكرا و see you later.